يسعد صباحك وصباحنا بنسمة تنعش أرواحنا ربك يحب يفرحنا بالبركة الأيام جاية بعدني أقول لك فرحة وخير وآية فيها حب كبير وترنيمة يا من المزامير في آية أهلا بيكم أحبائي المشاهدين، ويوم جديد ومن جديد وحلقة جديدة من برنامجنا آية وترنيمية. الرسول يعقوب النهاردة حطنا في حتة صعبة قوي، في أصحاح 4 وفي عدد 14 في 13 من أول عدد 13 بيقول الناس اللي بتقول نروح هنا وهنا ونعمل كده وكده ونذهب سنة ونتجر ونربح ونرجع ونخطط ونعمل. طب هو التخطيط غلط يا رب؟ لا مش غلط، بس التخطيط ليه طريقة عند الله. من فضلك اسمع الكلام ده كويس. نذهب اليوم أو غدا إلى هذه المدينة أو تلك، هناك نصرف سنة ونتجر ونربح أو نتجر ونربح. أنتم الذين لا تعرفون أمر الغد، خلي بالك، لأنه ما هي حياتكم؟ إنها بخار يظهر قليلا ثم يضمحل، عوضا أن تقولوا إن شاء الرب وعشنا نفعل هذا أو ذاك. بص، مرة كتبت على تويتر على حكاية البخار دي، يعني الحياة بالنسبة للأبدية، حياتنا بالنسبة للأبدية هي عبارة في نظر الله عبارة عن بخار، مع أن الكتاب يقول عنها مثلا 70 ومع القوة ف80 وفي 90 و100 و110 بغض النظر عن طول المدة بتاعة الحياة اللي على الأرض، لكن في نظر الله دي بالنسبة للأبدية ما هي إلا بخار. ليه؟ لأن الأبدية دي عدد السنين بتاعها كبير جدا. أي حد فيكم فاهم في الحساب يعرف ده كويس، وفي الرياضة يعرف أنه أي رقم على مقسوم على ما لا نهاية يطلع كمية غير معينة، تطلع حاجة مش متشافة كده. بخار يظهر قليلا ثم يضمحل. وأنا عايز أشجعك بكل ما عندي من قوة، اوعى تكون النهاردة فاكر أن الحكاية نروح ونيجي ونعمل ونساوي. افتكر كويس، افتكر وخلي بالك، الحياة بكل اللي فيها هنا على الأرض ما هي إلا بخار يظهر قليلا ثم يضمحل. فكر واحسب الحسبة مظبوط، وانت ببساطة شديدة جدا هتشوف الموضوع عبارة عن يدوب يمر بسرعة، تقرض سريعا. وانا أشجعك النهاردة استثمرها في إيد الرب عشان ما تبقاش مجرد بخار وراح وانتهى، يعني وبقت قصة وبقى تاريخ. لكن تعال النهاردة حط حياتك في إيد ربنا، زي ما بتقول الترنيمة، تعال إليه وسلم لي، حط حياتك بين إيديه، يغفر ليك خطايا ماضيك ويضمن كل الأيام فيه. يقدر. الموضوع عايز شوية ثقة في ربنا، الموضوع عايز واحد مصدق ربنا. لو أنت النهاردة عايز تستثمر حياتك مظبوط، هاتها حطها في إيديه، زي ما قال بولس الرسول كده عنها، إن أنا بستودعكم في إيدين خالق أمين. خالق أمين لا يعمل إلا الخير، إيديه ما بتديش غير الخير، إيديه مليانة خير ومليانة أفراح وتشجيع وشبع. فيها أنت مهما عملت لنفسك مش هتقدر تعمل اللي ربنا بيعمله لأجلك. تعال إليه وسلم لي، حط حياتك بين إيديه. خليك النهاردة عارف كويس، شاطر وناجح في إيدين ربنا. تعال نسمع سوا. لو خايف على حياتك حطها في إيد ربنا، لو عايز تأمن حياتك حطها في إيد ربنا، لو نفسك إن حياتك تعلى وتحلى حطها في إيد ربنا. الترنيمة بتقول كده، تعال إليه وسلم لي، حط حياتك بين إيديه، يغفر ليك خطايا ماضيك ويضمن كل الحاضر والمستقبل فيه. رنم. عارف
شايفك مش قادر ترتاح، شايف قلبك كله جراح. عارفك مش قادر ترتاح، شايف قلبك كله جراح. عمرك في طريق مظلم راح، تعال يسوع عنده الأفراح، تعال يسوع عنده الأفراح. تعال إلي سلم لي، حط حياتك بين إيدي، هيغفر ليك خطايا ماضيك، يضمن كل الحاضر فيه. تعال إلي سلم لي، حط حياتك بين إيدي، هيغفر ليك خطايا ماضيك، يضمن كل الحاضر فيه. ارجع وارمي عالم فاني، مش هتفكر ترجع تاني. ارجع وارمي عالم فاني، مش هتفكر ترجع تاني. ليه قلبك من الهم يعاني، عمرك ضايع وانت الجاني، عمرك ضايع وانت الجاني. تعال إلي سلم لي، حط حياتك بين إيدي، هيغفر ليك خطايا ماضيك، ويضمن كل الحاضر فيه. تعال إلي سلم لي، حط حياتك بين إيدي، هيغفر ليك خطايا ماضيك، يضمن كل الأيام فيه. تيجي للرب النهاردة وتقول له تعالى املك على قلبي وحياتي. تيجي للرب النهاردة وتقول له أنا مش نافع أعيش حياتي لنفسي، أنا أحب حط حياتي عندك. أنت اللي تقدر تحميني وتقدر تهنيني وتباركني، بحط حياتي بين إيديك. جرحك مين يقدر يدويه، ذنبك مين يقدر يداري، جرحك مين يقدر يداوي، ذنبك مين يقدر يداري. ليه خايف تتقدم لي، حملك ارميه كله عليه، حملك ارميه كله عليه. تعال إلي سلم لي، حط حياتك بين إيدي، هيغفر ليك خطايا ماضيك، يضمن كل الأيام فيه. تعال إلي سلم لي، حط حياتك بين إيدي، هيغفر ليك خطايا ماضيك، يضمن كل الأيام فيه. أمين. ربنا يديك يوم طيب وجميل. يسعد صباحك وصباحنا، بنسمة تنعش أرواحنا، ربك يحب يفرحنا بالبركة الأيام جاية. سمعت في الآية إنجيل، فرحان معايا بالترتيب، يملى حياتك بالتهليل، يومك بخير طيب وجميل، يا رب يوم طيب.